او المتفرجين والمحلين يسطروني الراي ولا اما الدنيا حظوظ والدنيا صعود والدنيا حظ والدنيا نصيب ونصيبه دانيلو انه يلعب في ريال مدريد. دانيلو يعني بصراحه اكبر من حجمه ريال مدريد. الظهير الايمن دانيلو القادم من الدوري البرتغالي. سيئة جدا في الملعب وما هوش عارف يدافع امتى ويهاجم امتى ويساند كارثي. انا شفته من بدايه المباراه، مش من المباراه، كل مباراه لعبه من بدايه المباراه حتى في المباراه اللي سجل فيها هدف حتى سجل في نفسه. ما تكلمش على الهدف، ممكن اي لاعب الاخيره كان سجل حتى ما تكلمش على الهدف يسجل. حتى موضوع اللاعب ما يعرفش متى يطلب الكره، متى يدافع، متى يهاجم. بعض احيان يوم كل انت قلت لي وكان وائل انا هو شاهد اثبات، قلت لي حتى طريقه الركض لا توحي لك بانه لاعب كره قدم. والله ما يعرفش يركض خالد، كيف يركض بيدين ها؟ ما يعرفش يركض.